بعد أن انتهينا من الحديث عن كلمة الحمد لله نتحدث عن التكبير. الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. كلمة التكبير هذه هي لها شأن عظيم في الإسلام. التكبير له شأن عظيم وفي نفس الوقت له ثواب جزيل، وقد تكاثرت النصوص في الحث على التكبير والترغيب فيه وذكر ثوابه. قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. وقال سبحانه: ولتكملوا العدة في آيات الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا كان التكبير من شعائر الإسلام، من شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية حينما يرتفع عليه الإنسان يكبر الله سبحانه وتعالى، وهو أحد الكلمات التي أفضل الكلام بعد القرآن الكريم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم يجيء في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر أن نقول مثلا الله أعظم أو الله أعلى، وإنما دائما الله إيه؟ الله أكبر. ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وخاصة التكبيرة الأولى اللي هي بتسمى بتكبيرة الإحرام. ده ركن من أركان الإيه؟ ركن وليس سنة، ركن من أركان الصلاة لابد وأن يأتي بها الإيه؟ الإنسان تعظيما لتكبير الله سبحانه وتعالى. فلو قال الإنسان مثلا الله أعظم لا تصح صلاته، أو قال الله أعلى لا تصح صلاته، إنما لابد أن يقول إيه؟ الله أكبر. وفي ده في دلالة على عظم شأن التكبير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والتكبير دائما مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة. فالمسلم يكبر الله عندما يكمل عدة الصيام كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويكبر في الحج. وأما الصلاة فإن للتكبير فيها شأن عظيم ومكانة عالية، ففي النداء إليها يعني في الأذان يشرع التكبير، وعند الإقامة لها وتحريمها يعني بداية الصلاة بالتكبير. بل إن تكبيرة الإحرام كما قلت ركن من أركان الصلاة، ثم التكبير صاحب المسلم في كل خفض ورفع من الصلاة اللي بتسمى بتكبيرات الانتقال. وبهذا فالتكبير يتكرر مع المسلم في صلاته مرات كثيرة. فالصلاة الرباعية يعني الصلاة اللي فيها 4 ركعات فيها 22 تكبيرة. لو هتصلي 4 ركعات هتلاقي 22 تكبيرة في الايه؟ في هذه الصلاة. يبقى الصلاة الرباعية فيها 22 تكبيرة، والصلاة الثنائية فيها يعني اللي هي ركعتين فيها 11 تكبيرة، 11 تكبيرة. وكل ركعة، الركعة الوحيدة فيها 5 تكبيرات. وعلى هذا فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في الصلوات الخمس المكتوبة فقط 94 تكبيرة، 94 تكبيرة فقط في الصلوات الايه؟ في الصلوات الخمس. فكيف إذا كان الإنسان محافظا على ذلك على الرواتب والنوافل، يعني لو بيصلي السنن المؤكدة والنوافل، وكيف إذا كان محافظا على الأذكار التي تكون أدبار الصلوات يعني بعض الصلوات وفيها التكبير 33 مرة. المعروف من الأذكار التي تقال بعد الصلاة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. فالمسلم إذا كان محافظا على الصلوات الخمس مع السنن الرواتب وعدد السنن المؤكدة كما قلت قبل ذلك 12 ركعة مع الشفع والوتر 3 ركعات، ومحافظا على التكبير المسنون أدبار الصلوات يعني بعد الصلاة بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة يكبر الله 33 مرة، فإن عدد تكبيره لله في يومه وليلته يكون 342 تكبيرة، 342 تكبيرة في اليوم والليلة. 342 يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 342 تكبيرة. ولا ريب أن في هذا دلالة على فضيلة التكبير، حيث جعله الله سبحانه وتعالى للصلاة منه النصيب الوافر. فإذا ضم إلى ذلك يعني ضم إلى التكبير الذي يكون في الصلاة والتكبير الذي يكون عقب الصلاة والتكبير في السنن يعني في صلاة السنن المؤكدة، إذا ضم إلى هذه التكبيرات
ضم إليها التكبير في الأذان للصلاة والإقامة لها ممن يؤذن أو يحافظ على إجابة المؤذن، لأن الإنسان حتى ولو لم يؤذن فإنه يردد الكلمات خلف الإيه؟ خلف المؤذن. زاد بذلك عدد تكبيره في يوم وليلته، فإن عدد ما يكون فيها من تكبيرات في اليوم والليلة 50 تكبيرة، يعني عدد التكبيرات فقط التي تكون في الأذان والإقامة 50 تكبيرة، فإن عدد التكبير بذلك يزيد. ثم إن المسلم إذا كان محافظا على التكبير المطلق اللي هو التكبير غير المقيد يعني بوقت، فإن عدد تكبيره لله في أيامه ولياليه لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين مكانة التكبير وجلالة قدره وعظم شأنه من الدين. فليس التكبير كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مضمون لها، بل هي كلمة عظيم شأنها رفيع قدرها، تتضمن المعاني الجليلة والمدلولات العميقة والمقاصد السامية الرفيعة. يقول ابن جرير رحمة الله، من الإمام ابن جرير الطبري ده شيخ المفسرين، يقول في قوله سبحانه وتعالى وكبره تكبيرا، يعني عظم ربك يا محمد بما أمرك أن تعظمه به من قول وفعل، وأطعه فيما أمرك ونهاك. يعني الله أكبر، يعني أو لما نقول الله أكبر يعني الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. ولذلك لما تبدأ لما يبدأ الأذان الله أكبر، يعني ينبغي على الإنسان حينما يسمع هذه الكلمة أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، من العمل، من أي شيء يشغله، ويأتي إلى ويلبي نداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في قوله سبحانه وتعالى أيضا وكبره تكبيرا، أي عظم الله تعظيما شديدا، ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمر الله واجتناب نهيه والمصارعة إلى كل ما يرضي. وفي هذا إشارة أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الدين كله يعد تفصيلا لكلمة الله أكبر. فالمسلم حينما يقوم بالطاعات، بجميع الطاعات والعبادات كلها، فهذا تكبير وتعظيم لله سبحانه وتعالى وقيام بحق الله عز وجل. وهذا مما يبين عظمة هذه الكلمة وجلالة قدرها. ولهذا قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها أن نقول الله أكبر. فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نكتفي بهذا القدر، بعد ذلك بما شاء الله سبحانه وتعالى نواصل حديثنا في فقه ذكر الله عز وجل.